تايدري معكم نزار مكو جيمر. فيديو جديد اليوم غنشوفو انبوكسين ديال رازر ريب سو جيم كابتشر كارد. غنشوفو هاد الكابتشر كارد لاش صالحة. شنو هي الكابتشر كارد؟ هي واحد البياسة كتركوردي بها الجيم بلاي من الكونسول، يعني بي اس 4 بي اس 3 اكس بوكس نينتندو سويتش. دونك هادي رازر ريب سو كابتشر كارد. كاين واحد اخرى عندنا هنا افير ميديا، غير واحد لايف جيمين عاوتاني حتى هي خاصة بالكابتشر كارد ديال الكونسول. دونك هادي حتى هي خاصة بالكابتشر كارد. غنشوفو وحدة كارت أخرى، هادي اللي ركورديت لكم بها الجيم بلاي سوبر ماريو ميكر. هادي ما فيها شي 60 اف بي اس، دونك هادي فيها 60 اف بي اس. غنشوفوها كيف عاملة. اوكي ماي فريندز، يا هادا نزلتها. دونك غنركوردي السويتش اللي نزلت لكم حتى هي السويتش في الباك جراوند. ليتس دو ذيس. دونك غنعملو واحد الانبوكسين خفافي. دونك انتظروا واحد الجيم الفيديو، ماشي الجيم بلاي، الفيديو ديال توتوريال كيفاش تركوردي نتوما من الكابتشر كارد. دونك غيكون جيم بلاي خف، فيديو خفافي في نفس الوقت غيكون جيم بلايز ديال مش تشوفوا الكاليتي ديال المسائي في المسائي. ليتس دو ذيس. دونك غنفتح الفتاح الاول غنشوفوا شنو عندنا هنا. كونغراتوليشنز. المهم هذا كيقول لك مرحبا بك في الريزر، جود باي. او هادشي سامبل فهمتي، ما كاينش شي بياس بزاف صعاب. كنفتحوا المسائل، اوبلا زول لي المسائل عاوتاني. او الجديد الجديد الجديد. دونك سامبل بياسه سامبل هي الحلاوه ديالها، هي في السامبليسيتي الكحوليه. واحد الضوء خضر كيخرج من هنا غيكون الساعه اللي عن نخشيوها في بي سي ونعملوا لها اتش دي ام اي ديالها. دونك عندنا بور اتش دي ام اي الاول والثاني، واحد ان وواحد اوت. عندنا الكونيكتور كومبوننتس، هذا اذا بغيتي تعمل كومبوننتس. هنا يو اس بي 3.0، يعني تقدر تركوردي من اتش دي ام اي، تقدر تركوردي من كومبوننتس. نزولوا لك هذه، شوفوا شنو كيجي اخر معاها. اوكي ريب سو رازر، كان الكتاب شوفوا شنو فيه. دونك هنا التوتوريال ستيتو على كيفاش تستعمل، سمسر تستعمل. دونك واقيلا كيجيو معاه الكابليس كاملين اللي تحتاج. انا كيقول لك بغيت تركوردي من اكس بوكس 1، بغيتي تركوردي من الويو، ها هو كيفاش تركوردي من الويو. بي اس 3 المهم عطيك جميع لي زوبسيون وكيفاش تدخلها في بي سي. فوالا طري طري بيان، مزيان يكون الانسان عنده الحاجه اللي تستعمل. كما كتعرفوا الرازر دائما الباكاجين ديالهم عندهم واعر. نبداو باول حاجه الاش دي ام اي، الكابل اش دي ام اي. ايزي ما كاينش شي حاجه صعيبه. اش دي ام اي هنا ترانكيل. عندنا يو اس بي 3.0، ها هو البورت 3.0 يو اس بي هنا ديال البي سي. وهنا باش كتخشيها في الكابتشر كارد. شنو كاين اخر؟ الكومبوننت. دونك هادي كتخشيها ومن بعد كتعمل هادي كتخشيها في الكابتشر كارد، وهادي الكومبوننت اذا كان عندك شي فهمتي شي بي سي كتخدمو بالكومبوننت ديال افي. اوكي اوديو فيديو هنا 3.5 مليمتر اوديو كيبل. دونك هاد الاوديو كيبل اذا بغيتي تركوردي من الرازر داخل اولا تخشيها في شي بيفان، يعني اذا كان عندك شي باف ولا شي حاجه بغيتي تسمع داكشي اللي كتركورديه كتسمعها من هاد الكابل هذا 3.5 مليمتر. وهذا الاي في كومبوننت اذا بغيتي شي عندك شي كونسول ولا عندك شي تلفازه فيها هاد اللعيبات هادو كاملين الاوديو والفيديو كتخشيهم. يعني غتكون اكثريه هادو ديال لي كونسول القدام، لي كونسول القدام كيكون عندهم هاد اللعيبات هادو، وهادي كتخشيها في الكابتشر كارد. باقي نظن ما كاين والو، شي حاجه اخرى من انبوكسين هاد اللعيبه ديال هاد الرايزر. الانبوكسين ديالها غيكون ساهل ماشي شي حاجه صعيبه. اوبسي. دونك هنا بالنسبه شنو كيقولوا في الكرتونه ديالو، عندك قال لك اتش دي ام اي كابتشر ارت. دونك عندنا فول اتش دي 60 اف بي اس، عندنا يو اس بي 3.0 لو ليتنسي، يعني هي ما تعطلكش بزاف، يعني داكشي اللي كتركورديه كتشوفه في نفس الوقت ما كاينش واحد ديلي. وهنا الاوديو داخل ديال الكارد، دونك الكارد فيها الاوديو. هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد الكابتشر كارد، ما كنظنش شي حاجه اللي صعيبه، سهله. عندنا الاوديو والمايك، بغيت تدخل شي مايك من هنا صافي. هادشي اللي كاين بهاد الكابتشر كارد. دونك كاين واحد الانبوكسين خفيف وظريف، من بعد نوريكم عاوتاني طريقه الاستعمال في نفس الوقت. غنعمل لكم هادو بجوج، دونك غنعمل لكم واحد الكومباريزون ديال هادو بجوج وطريقه الاستعمال ديالهم. دونك هاد افير ميديا غيكون فيديو خاص بها حتى هو مجي. دونك هادي رخيصه مقارنه بهادي، هادي فيها فول اتش دي 60 اف بي اس، وهادي فيها غير اتش دي العادي. كل وحده عندها لي زوبسيون ديالها. دونك غنشوفو فيديو خاص كيفاش تركوردي من هادي، وفيديو خاص كيفاش تركوردي من هادي ان شاء الله قريبا. دونك ما تنساوش تكليكي على سبسكرايب، اعملوا جرس النوتيفيكاسيون باش يجيكم الجديد. كما العاده لايك كومونتير الراي ديالكم في الفيديو كي جاكم. خليكم فيديو سيمجين، تهلاو بيس.